أش واقع، جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة، شبابية بامتياز، الخبر من قلب الحدث. من المؤهلات البدنية والتقنية ديالها كانت في المستوى، صحيح أن ضيعنا عدة فرص، رغم أن غياب أربعة العناصر الأساسية اللي هو أزارو واللي كنهني اليوم سجل إصابتين للفريق الوطني، غياب يعني الكرو غياب بعمر، ولكن ما تبينش بأن الغياب ديالهم أثر على الفريق كمجموعة، فحنا تنحاولوا نوجدوا واحد المجموعة واحترمنا الخصم، رغم أننا اشتغلنا البارح بدنيا. وهذا احنا الاهداف ديالي ماشي هو هذه المقابله، ولكن هو المقابله القادمه ان شاء الله مع طنجه. دونك دخلنا هذه المقابله كاستعداد تقني تكتيكي، وصفه اخرى كيفاش نواجهوا اعصار البطوله في الشطر الثاني. فاللاعب الحمد لله كان رد فعل ايجابي رغم العياء ديال البارح والبارح، يعني كنا حصتين في اليوم، هذه هي خامس مقابله. دونك بالطبع انا مرتاح للاعبين، تنظن انه يكونوا الحمد لله زياده على مقابلتين مازال لنا يوم الخميس ويوم السبت ضد الجيش الملكي هنا، ويوم السبت مع فتح، داخل في نطاق يعني الولفه يعني الجديده باش غنلعبوا ان شاء الله في الشطر الثاني. البقاء الاعدادي هو ندخلوا غدا معسكر مغلق لمده 10 ايام، ابتداء من غدا ان شاء الله غنكونوا في المركز ديال الجديده، بما فيه حصه في اليوم كما قلنا، لان المركز الجديد في جميع وسائل ديال ارجاع الطراوه البدنيه، بما فيه مسبح سخن، بما فيه سونا، بما فيه جاكوزي، بما فيه يعني البيسين دو لاكريتيرابي يعني لا كلاس، قريب للبحر، قريب للغابه، وقريب من الملاعب ديالنا. دونك يعني اون ديسيدي باش نبقاو في جديده، لان جميع الوسائل ديال العمل موجوده، زياده اللاعبين يكونوا جد وسط العائله ديالهم والجمهور ديالهم، وان شاء الله غنكملوا بمقابلتين كما قلت يوم الخميس ويوم ديال يوم السبت مع الفتح في الرباط، ونبداو ان شاء الله يوم الاثنين استعدادا للمقابله الهامه ديال اتحاد طنجه. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في شان يوتيوب وتبارطاجيو الفيديو مع اصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنساوش ديروا جيم.